ما بين القسائم الصناعية وشركة التموين وسوق شرق، دخلت عش الدبابير ودفعت الثمن. فيصل المدلج وزير التجارة والصناعة السابق والرئيس التنفيذي لجهاز مدينة الحرير في رحلة جديدة من برنامج على درجة رجال الأعمال. فإلى هناك. في رحلة جديدة من برنامج على درجة رجال الأعمال، يسرنا أن نستضيف رئيس جهاز مدينة الحرير السابق ووزير التجارة والصناعة السابق فيصل المدلج. فواز، يسرنا أن نستضيفك في هذه الرحلة برنامج على درجة رجال الأعمال، ونثمن بدرجة عالية ظهورك الأول بعد خروجك من الوزارة، وهذا محل اعتزاز وتقدير في قناة الATV العدالة وفي برنامج على درجة رجال الأعمال. رحب فيك في هذه الرحلة، إن شاء الله تكون ممتعة في القضايا الشائكة اللي توليتها ابتداء في مدينة الحرير الجهاز ووزارة التجارة والصناعة، وأيضا أنت ابن القطاع الخاص وابن الجمعية الاقتصادية، فحقيبتنا مليئة اليوم إن شاء الله. رحب فيك أبو فواز، حياك الله. يسلمك، حياك الله. السنة مباركة. نرجع بفواز بأثر رجعي إلى مدينة الحرير، هذا الحلم الكبير في نفوس كل كويتيين لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة، كويت جديدة. نبدأ من النهاية، أين انتهى الجهاز، جهاز مدينة الحرير؟ أنا أعتقد أن الآن الجهاز متوقف، يعني حسب المعلومات اللي عندي متوقف. يعني أنا كان بالنسبة لي كان أمر مهم جدا أن أيا كان اللي بيستلم الجهاز أو بيكون قائم على الجهاز أنه يكمل المسيرة اللي قطعناها، وهي شوط كبير. كان في عمل دؤوب مضني، صحيح على مدى قصير، ولكن كنا متسلحين أن نرى هذا المشروع ما يخضع لمنطق سوف نعمل كذا. لا، كنا حريصين أن نطلع للإعلام. يمكن أنا خلال فترة رئاسة الجهاز ما طلعت من الإعلام، لأني كنت حريص أن ما أقول سوف، كنت حريص أن أقول وقعنا، عملنا واجتمعنا. فكان بالنسبة لي هم من تركنا الجهاز أو حل الجهاز أن أيا كان اللي يجي بعدنا يكمل مسيرة اللي توقفنا عليها، لأن كانت قاب قوسين أو أدنى من أن يبدون مراحل تنفيذية فعلية واقعية لهذا المشروع. وين توقف؟ وتوقف حيث انتهينا. ما رأيت ولا وصل إلى علمي شيء من التقدم في هذا المشروع. هل تعرض الجهاز للتصفية؟ للتصفية يمكن شوية قاسية، لكن خلينا نقول حل الجهاز. حل الجهاز، يمكن تسألني سؤال اللي وراء ليش؟ طبعا. خلنا أقول قصة الجهاز، خلنا أقول قصة فيصل مدلج مع 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 الحرير. كل آذان صاقية. في فترة رئاستي أنا للجمعية الاقتصادية كان في 2017، الله يرحمه الشيخ ناصر صباح، كان يستقبل
ويقابل جمعيات المجتمع المدني والنقابات العمالية وكل الأطراف اللي لها علاقة في موضوع العمالة والتوظيف والاقتصاد وقطاع الأعمال بالدولة، من أجل حشد رأي عام دافع ومشجع لموضوع مدينة الحرير. يمكن هذه المقابلة الأولى للشيخ ناصر الله يرحمه اللي تعرفت فيها أو تشرفت في التعرف فيها على الشيخ ناصر. رجل يحمل وطن، رجل داخله هدف ومركز عليه. حنا كنا من عرض الجمعيات اللي طلب مقابلتها. يمكن في هذه المقابلة أعتقد أن كنا الجمعية الوحيدة اللي كان كلامها وايد فيه صراحة مع الشيخ ناصر. كنا نعتقد أن هذا المشروع كجمعية اقتصادية له علاقة وطيدة، لأنها لها علاقة بالاقتصاد والأعمال والهدف الرئيسي والرسالة مالت الجمعية الاقتصادية. كان كلام للشيخ ناصر أنه إذا كنت تريد تشجيع لمجرد تشجيع دبلوماسي هذا الأمر هين، لكن إذا كنت تريد تشجيع فعلا مبني على أسس ونكون مقاتلين في اتجاه هذا المشروع عطنا اللي منجز، خلينا نقول رأي، وإذا كان ضعيف خلينا نقويه، وإذا كانت هناك جدوى أو زوايا جدوى مثلومة خلينا نساعدك إن, إن, إن نقوي هذه الزوايا المثلومة. الله يرحمه تجاوب ويانا، يمكن حنا الجمعية الوحيدة اللي تجاوب ويانا وعطانا كل الدراسات اللي كانت تحديدا بذاك الوقت. فكان رأينا أن لا، هذه الدراسات لو طلعت للرأي العام راح تكون محل استهداف لأطراف عديدة عندها تضارب مصالح مع هذا المشروع. اقترحت علينا أن نشكل لجنة من متطوعين دون أي مردود. كل المطلوب منك يا شيخ أن توفر لنا مقر وشوية عوامل لوجستيك، تعيد صياغة الدراسات بدراسة مختصرة تعطي الزوايا الرئيسية اللي ممكن تكون فيها جوانب تلفت نظر المجتمع سواء الاقتصادي أو السياسي في الدفع اتجاه هذا المشروع. ويمكن هذا اللي تم. شكلت لنا فريق، أنا ما كنت من ضمن الفريق هذا، واشتغل هذا الفريق على مدى يمكن 5-6 شهور وقدم دراسته. طبعا قدم دراسته ذيك الساعة دخل الشيخ ناصر في الوزارة وكانت محل ترحيب عالي في ذاك الوقت. جهاز الحرير يمكن بعد الحادثة هذه، بعد ما دخل الشيخ ناصر الوزارة، طلب مني أني أتشرف مني أكون من مجلس أمناء مدينة الحرير، ودخلت في مجلس الأمناء. قضينا فترة في إعداد الخطوط العريضة لخطة عملنا، وبعدها كان في وقت الله يذكره بالخير عبد العزيز الإبراهيم هو رئيس الجهاز. بعد فترة وجيزة ترك بناء على تجاذبات في عدة معطيات كان من أهمها قانون إنشاء مدينة الحرير. قدم استقالته فيها نعم، لعدم وجود توافق في مجلس الأمناء في على بعض القضايا مثلا على مشروع القانون. نعم. تم تسكيتي أنا لرئاسة الجهاز. مسكت الجهاز كان أمامي خطين، خط مشروع القانون يبدأ فرق تشتغل على صياغة هذا المشروع، وفريق آخر يشتغل على مباحثة الأفكار والرؤى مع الشريك الاستراتيجي اللي راح يكون معانا في مدينة الحرير. يمكن من أول يوم بالتوافق مع الشيخ ناصر الله يرحمه أنا صدرت كتاب، يمكن هذا الكتاب اللي أزعج الكثيرين، بإيقاف كل المناقصات التي سوف تنزل على ميناء مبارك تقدر قيمتها ب 600-700 مليون. ما في أي مناقصة تنزل على هذا الميناء لأنه محل دراسة، لأنه قد يكون له رؤية لمستثمر. وأنا كنت أعتقد، وهذه قناعتي وقناعة الشيخ ناصر الله يرحمه، أنه كيف تنزل مناقصات لإنشاء ميناء أوريدي تكلفنا عليه بحدود 600-700 مليون، ولسه راح نتكلف عليه 600-700 مليون أخرى، ما في مشغل على الطاولة. كيف أنت تنشئ صرح؟ لأن هذا الميناء مثل الهوتيل، إذا بغيت تصممه لابد أن يكون المشغل قاعد على نفس الطاولة
يقولك حط الرافعة هني، حط المخازن هني، حط مكاتب الجمارك هني، ما تصمم على كيفك ورؤى من خبرة مهندس. هذا خطأ فظيع. فكانت دواعي إيقاف كل المناقصات جادة وجوهرية، ولذلك صدرنا هذا الكتاب، أو صدرت أنا هذا الكتاب، خطب فيه لجنة المناقصات ووزارة الأشغال اللي كانت معنية في ذاك الوقت بإيقاف كل المناقصات على هذا الموضوع. وبدينا نشتغل في فريق في التقارب مع الجمهورية الصينية، لأن كانت قناعتنا أن الوحيدين سياسيا قادرين أن يعطوا معطيات سياسية لنجاح هذه المنطقة في هذا الموقع من الكويت، 3 كيلومتر على العراق وعشرين كيلومتر من إيران، هم فقط الصينيين. ليش؟ بالمرحلة الأولى لأسباب فنية سياسية، وفنية سياسية، لأنهم سياسيا اللي عندهم تفاهمات مع كلا الجمهوريتين. نعم. الآخرين ما يفقدون هذه التفاهمات مع جمهورية إيران وجمهورية العراق. فنية، هم أصحاب الفكرة الرئيسية وهما أكثر مصدر للمنطقة، وبالتالي فنيا وسياسيا هما الأقدر على استثمار وتشغيل هذه المنطقة. ناهيك على حرصهم على هذا الموضوع، لأنه مكمل لاستراتيجية أكبر بالنسبة لهم كطريق حرير. بدينا اجتماعات، يمكن أنا تسلمت الجهاز بشهر 4، بشهر 4 كان لنا اجتماع مع 4/2018. نعم. اجتماع مع نائب رئيس مجلس التجارة والاستثمار الصيني، هذا في درجة وزير، هو المعني بمشروع الحرير عالميا، واستقبلته بزيارة بالكويت. الرسالة اللي كانت مبطنة، اللي فهمتها أنا ما بين السطور، أن أنتم غير جادين، أن لنا الآن معاكم 12 سنة في هذا الموضوع ما لمسنا شيء. هذه الرسالة المبطنة. وصار له لي كلام معه أن أنا راح أجيك في شهر 6 في بكين، راح أسلمك منظور ابتدائي لتصورنا للمنطقة. فصدم، ويعلم الله أن رحنا في شهر 6 كان علينا رمضان ذيك السنة، وحنا صيام، وقعدنا في عدة اجتماعات معاهم كانت بالنسبة لهم مثار دهشة لسرعة ردة الفعل. ناهيك إذا ما كنت عارف أن الجهاز كان ما له مقر، ما عندي هيكل موظفين، ما عندي ميزانية، كنت أشتغل بالطاقة الذاتية بمساندة الشيخ ناصر للأمانة الشخصية، اللي كانت يمكن دفعة كبيرة لتشغيل هذا الملف. رسالتنا كانت واضحة، احنا نبي المرحلة الأولى اللي هي عبارة عن ميناء ومنطقة تخزينية ومنطقة صناعات خفيفة ومتوسطة ومطار ومحطة قطار، وتوافقوا ويانا في هذا المنظور أن هذه المرحلة الأولى لكي ننشط موضوع الترانزيت والتجارة المتبادلة بالمنطقة. ورسالتنا كانت أن الدولة لن تحط، ما راح تحط ولا دينار في هذا الموضوع، احنا شركاء بالموقع والأرض، وأنتم راح تدخلون كمستثمرين ومشغلين لهذه الأنشطة. رشحوا لنا كحكومة حتى أنا أطلع من موضوع المساحات الرمادية، إن ليش الشركة الفلانية، أنتم كحكومة صينية رشحوا لنا من ترون مناسبا للأنشطة الخمس إن يستثمر هذه الأنشطة ويشغلها، وحنا شركاء. طبعا هذه كانت عدة اجتماعات وعدة زيارات إلى بكين إلى أن وصلوا لقناعة في هذا الموضوع. يمكن توجت بمباركة القمة اللي صارت في بكين بحضور سمو الأمير الراحل الشيخ صباح مع الرئيس الصيني، وكان أعلى وفد رسمي يمكن بتاريخ الدولة يزور بكين في ذلك الوقت. هذه بداية آلية العمل؟ لا لا لا، هذه مع معطيات العمل، لما صار في موافقة من حيث المبدأ من الحكومة الصينية توجناها بالقمة اللي قام فيها سمو الأمير. طبعا في قبلها كانت زيارة لي ويا الشيخ ناصر، وقبلها كذا زيارة لي أنا منفرد لجمهورية الصين، بل حددوا أسماء يعني في الزيارة الأخيرة، حددوا أسماء الشركات. يعني نعم،
في الزيارة الأخيرة اللي جوني فيها بالكويت كانت لتحديد الأسماء وحددت الأسماء من سوف يشغل ويستثمر في ماذا، وكانت الآن حتى نحدد طريقة التعاقد، هل هو بي أو تي، هل هو لونج ليس الاستئجار طويل الأمد، أو هل هو شراكة بحصص الأصول. تم تشكيل فريق من قبل الصينيين أن ينزل الكويت يقعد على مدى 3 شهور لجمع المعلومات وإعداد دراسة جدوى لبناء على معطياتها المالية نحدد الاتفاقيات وأي نمط من التعاقد. هني صار الإيقاف للجهاز، والإيقاف ما له علاقة في موضوع العمل التشغيلي الفني، لأن كانت في لجان في هذه لجنة شغالة وأنا كنت أرأسها، وكانت في لجان أخرى شغالة في موضوع مشروع القانون. الخلافات اللي صارت على مشروع القانون. شو نوع الخلافات هاي؟ فنية، إدارية، مالية، أو كل هذه الأشياء مجتمعة؟ يمكن كل هذه الأشياء. هناك كان في فريق يرى أن هذا الموضوع لن ينجح إذا كان ما في انفتاح كامل على المجتمع الشرقي وبتصرفاته وعاداته وتقاليده، ويرى أن في جزء كبير من البيروقراطية متمثل في موضوع الرقابة السابقة واللاحقة لديوان المحاسبة، قانون الذمة المالية للمسؤولين، لأن هذا الموضوع راح يكون بكرة فيه مسؤولين أجانب وخلافه. وفي فريق يرى أنه لا، هذه خطوط حمراء، هذه فيها مثالب دستورية وفيها مثالب شرعية ومثالب اجتماعية. يمكن هذا الخلاف اللي بدأ يتوغل ويكبر يكبر يكبر إلى أن الشيخ ناصر الله يرحمه حل الجهاز. أعتقد كان في منظورة، ولكن القدر ما مهله بالوفاة إنه يجيب فريق متجانس حتى يطلع هذا المشروع إلى 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 الواقع. واقع الحال بفواز، هل المشروع كان ممكن يرى النور بوجود هذه المخالفات الشرعية الاجتماعية، أو كاستثمار في شركات أجنبية؟ ما هو المبرر لهذه الشركات في استثمار أموال في منطقة غير منفتحة عالمياً، أسوة في دبي أو غيرها من المناطق الحرة؟ فكان هذا الخلاف خلاف فني شرعي في أعضاء بين أعضاء اللجنة؟ طبعا هو خلاف ما بين مجموعتين. لا أنا, انا انا بتكلم عن نفسي، يعني انا قناعتي في بدايه الامر ولا تزال الى ان الله ياخذ امانتي ان من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لن اقدم على عمل غير شرعي اخذ اكيد غير شرعي واخذ جريرته ابد الابدين، هذا خارج المنطقه. لو كلفني مو منصبي، كلفني حياتي، هذا أمر. الأمر الثاني أن فنياً هذا ما كان معوق، الصينيين أذكى بكثير مما تعتقد، وأنا كنت أطلب منهم ما هي الأمور التي تريدون أن نرتبها لهذا الموضوع، وكنت أدور على هالعنوان ما كان موجود. كان كل كلامهم فني لوجستي تعاقدي، وأنا أعلم منطقياً يعني هذا الموضوع ما هو معوق، يعني خاصة بالمرحلة الأولى للمنطقة. فقناعتي أن لم يكن عقبة ولن يكون عقبة لتشغيل هذا الموضوع. والصينيين مقتنعين بهذا الكلام بأن ما في إشكالية في إيجاد هذه المنطقة بعدم وجود صالات قمار وأندية وخمور ومنتجعات، أيضا قابلين في هذا الجانب. مؤكد مؤكد، ولذلك لم تذكر من ضمن معوقاتهم، لم تذكر من ضمن القوانين التي رشحوها للتعديل. في قوانين هم رشحوها للتعديل وايد، بس معظمها متعلقة في موضوع التجارة والجمارك ودخول المواطنين والفيزا والهجرة. لو كان هذا الموضوع بالنسبة لهم أساسي لذكروا معي. فكانت هذه حجتنا احنا الفريق اللي كنا متمسكين في هذا الموضوع، ان هذا ما هو عائق. ولذلك
أن توصل لمرحلة أن الدولة تبي تحط فلوس واستثمار بهذه الضخامة يعني باحثة ومحصة هذا الموضوع ولا أذكره. فانتهينا إلى وضع أن في فريقين متشنجين لقناعاتهم أدى إلى أن الجهاز انحل، كان أعتقد أنه في إعادة تشكيله، لكن القدر ما مهل الشيخ ناصر الله يرحمه. حاليا ما في نية لإحياء هذا الجهاز أو إنعاشه بآلية إدارية جديدة، أم أن الموضوع انتهى لا يوجد شيء اسمه مدينة الحرير؟ الآن لا أعلم، لكن اللي أسمعه أن جروب المناقصات تبع مين مبارك رجع يشتغل حتى ينزل هذه المناقصات، وهذا خطأ فادح فادح فادح. الأمر الثاني، أثناء وجودي بالوزارة أنا كان عندي 12 جهة، أنا طلبت أن شيلوا مني جهة والحقوا جهاز الحرير فيني، أنا أعلم بخبايا وأنا مشتغل فيه إلى أن وصلته، لكن فترة يمكن وزارتي كانت القصيرة والإشكالات اللي انثارت فيها سياسيا ما حصل أن 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 تم هذا الموضوع. جروب المناقصات هذا شو موضوعه؟ جروب المناقصات ما أعلم، لكن هذا أبو عبد الله أمر ما يخفى، يعني في مجاميع ويمكن راح نتكلم فيها لما نجي على موضوع الوزارة، همها وشغلها الشاغل كيف تقتات على أموال الدولة ومناقصات الدولة وأملاك الدولة، فهذا أمر طبيعي. فلما تيجي أنت في مبلغ ضخم مثل هذا أكيد لعرابين، يعني هذا ما راح ينزل فيه أشخاص اعتياديين ولا أشخاص، لا أكيد هذيل أطراف مؤثرة بالقرار أو تعمل مع أطراف مؤثرة بالقرار، هذا أمر طبيعي. ما بعد جروب المناقصات هل في خطوة جديدة لإحياء الفكرة بآلية مثل ما سألت قبل شوي؟ هل في آلية جديدة؟ هل في رئيس جديد للجهاز؟ أم أن الموضوع انتهى مع الشيخ ناصر صباح الأحمد رحمه الله؟ لا ما أدري الأمانة، لكن ما المفروض أن ينتهي؟ هذا أحد الزوايا الرئيسية التي تنويع مصادر الدخل، هذا أحد الزوايا الرئيسية لاستيعاب مخرجات التعليم كعمالة وطنية، وأعتقد يعني لغاية فترة قريبة كان من ضمن الأنشطة الرئيسية لتنوع مصادر دخل الدولة هذا الموضوع، وهذا الموضوع ما أعتقد أنه يسقط أو أنه يلغي أو يتكنسل من أجندة الحكومة، وبالتالي ما أعتقد أعتقد أنه لا يزال، لكن هي أولويات، يعني أنت تراها بطريقة وأنا أراها بطريقة. فكرة أن هذا المشروع دولة داخل دولة مستقلة في التجاذبات السياسية الاجتماعية التواصل الاجتماعي، هل هو صحيح الكلام هذا؟ منفصلة بشكل كامل؟ مو هذا الخلاف اللي كان على مشروع القانون، في مجموعة كانت تروج لهذا الموضوع، أن هذا الموضوع لكي ينجح يجب تحلل من كل المعطيات اللي هم يعتقدون أنها كانت مشكلة في نجاح أي مشروع ثاني، وبالتالي صار في منظور عند الجماعة السياسيين أو حتى بالمجتمع أن المشروع قاعد ينطرح بطريقة أن دولة داخل الدولة بنموذج التحلل من القوانين الرئيسية ومن الأعراف ومن التقاليد ومن من من أنا أعتقد إن أي نعم في منظور، في مجموعة كانت ترى أن تنفذ المشروع بهذه الطريقة، لكن الله قدرنا أن نوقف المواضيع لغاية ما الله رفع عنا مسؤوليتها. استراتيجي أبو فواز في المنطقة حاليا، المملكة العربية السعودية ودبي وقطر، الانفتاح على رؤية جديدة 2035، الكويت جديدة، هل لا زالت قائمة؟
ما أعتقد لسبب بسيط، أن لابد من الرؤية من أهداف، ولابد من الأهداف من آليات، ولابد من الآليات من جداول زمنية. هذا ما شفنا للأسف، ما شفنا. أنا أعتقد هناك مهمة كبيرة على الأمانة للعمل التخطيط. يمكن أثناء فترة تولية أنا الوزارة كانت من أحد الجهات المسؤولة عنها. الأمانة للعمل التخطيط قاعدة تدار بطريقة فيها شيء من الانفلات، فيها شيء من الشخصانية، وكنت مقدم يمكن أني أحدث تغيير في هذا الموضوع، لكن الله ما مهلنا. فأرجع لموضوع الرؤية. الرؤية تفتقد للأهداف المحددة، للأدوات لتحقيق هذه الأهداف، إلى الجداول بالتواقيت والمواعيد الزمنية لتحقيق هذه الأهداف. نراها عناوين على أرض الواقع للأسف ما قاعد نشوفها. شنو الشيء اللي ما شفناه والشيء اللي ما عرفناه؟ أنت دشيت وشفته وعرفته في هذه القرفة، في هذا المشروع تحديدا. هذا المشروع حمل في قلب الشيخ ناصر الله يرحمه، لكن ترك وهو من معه أن يقاتلون لوحدهم، لم يقدم له أي دعم من الأجهزة الأخرى. ليش؟ لا أعلم. لخصومة الشيخ ناصر مع بعض الأطراف في مجلس الوزراء، لخصومة الشيخ ناصر مع بعض الأطراف خارج مجلس الوزراء من قياديين الدولة. الكويت عند الجمهورية الصينية لها قدسية لا يتمتع فيها أي دولة عربية لسببين. هي أول دولة عربية اعترفت بالحكومة الصينية، وكان لها أول تمثيل دبلوماسي في جمهورية الصين. هي أول دولة عربية قام مسؤول عالي المستوى، كان وقتها الله يرحمه الشيخ جابر كوزير مالية، بزيارة جمهورية الصين. هذا كنا نلمسه على كل المستويات بالجمهورية الصينية، كل المستويات. نحن نحظى ونتمتع بقدسية عند جمهورية الصين العربية، جمهورية الصين الشعبية. حرام ومؤلم ألا نستقل هذا التوافق وهذا الانسجام ما بيننا وبين جمهورية الصين في تحقيق على الأقل هذا الهدف. ما وصلنا أن أبو عبد الله، أن يعني أنا فترة رئاسي الجهاز وايد من سفراء الدول الكبرى زاروني لرؤية هل هناك مساحة يقدرون يقدمونها لخلق مصالح مشتركة، وهذا أمر مباح. لكن هم الصينيين الوحيدين الذين عندهم القدرة، ها أول شيء القدرة، وعندهم القرار في استثمار أن يحط فلوس على هذه البقعة من العالم. قبل ما ننتقل إلى محطة أخرى مع فيصل مدلل، بفواز كمواطن كويتي ألا تشعر بالحسرة في ضياع هذا المشروع اللي اشتغلت عليه وكان فيه متناول اليد؟ جدا. لا، خاصة أن أنا اشتغلت فيه ووصلت لمرحلة الآن بداية المرحلة التنفيذية. ويمكن قبل دخول الوزارة وأثناء وجود الوزارة وبعد خروج من الوزارة، ترى أنا بشكل ودي أدفع فيه. يعني أنا ما قايل لك اتصالاتي مع بعض الوزراء واتصالاتي فيه فيما يخص هذا المشروع، لأنه حرام. المشروع الآن ينتظر قرار تنفيذي في الدخول ونزول فرق الشركات الحكومية الصينية بإعداد دراسة. هذا المشروع راح يعطينا عدة أهداف. أولاً أمن سياسي على المنطقة الشمالية المحاذية للجمهوريتين. ثالثاً حليف استراتيجي سياسي عالمي، لما يوظف هالمليارات عندي في دولة الكويت عنده معناته عنده مصالح الآن على الأرض، وبالتالي استقطابه من دول أخرى وغيره أنا مبدع عليهم، أنا لي الأفضلية على هذا الموضوع. ثلاثة، خلق كل الفوائد اللي تكلمنا عليها على مستوى
الاقتصاد والتوظيف والتعليم والتدريب. أبو عبد الله تدري من مينا مبارك بقطر 1000 كيلو لما تلفه أنت تخدم أكثر من 250 مليون نسمة. 250 مليون نسمة يفتقدون للتعليم والصحة والتدريب والتجارة. هذا شيء مو سهل. كل اللي محتاجه قرار. لما تقول لي ما أشعر بالألم، نعم أشعر بالألم، أكيد أشعر بالألم. نتوقف في هذه المحطة وننتقل إلى محطة أخرى في حياة وزير التجارة والصناعة ورئيس جهاز مدينة الحرير فيصل المدلج، فإلى هناك. نعود في محطة جديدة مع فيصل المدلج وزير التجارة والصناعة الأسبق ورئيس جهاز مدينة الحرير. مفواز، ما بعد وزارة التجارة، هل دفعت ثمن مواقفك في مدينة الحرير بعد توليك وزارة التجارة والصناعة؟ لا، لا أعتقد دفعت ثمن مواقفي بوزارة التجارة، مش في مدينة الحرير. ما بعد وزارة التجارة؟ أيه. الإيه هذه ودنا نسمع فيه، شو اللي صار؟ أثناء تولي الحقيبة، لأني كنت شبه متيقن أن فترة الوزارة راح تكون قصيرة، فكان همي أني أحط أولويات، يعني الأهم ثم المهم. ليش هذا اليقين؟ هذا الدارج من بعد التحرير، يعني حتى اليوم أو قبل يومين في دراسة أن أبرج الوزارة من بعد التحرير سنة، وبالتالي كان في تصوري أن عندنا من 6 شهور لسنة، هذا تصور المبدئي. وبحكم أني معاصر، يعني معايش كقيادي بالقطاع الخاص وثم رئيس لمدينة الحرير ورئيس جمعية اقتصادية، فبالتالي أنا معايش الحالة العامة للدولة سياسيا واقتصاديا، فكان بالنسبة لي يعني شيء من السهولة أني أعد أولويات أخلصها بأسرع وقت قدر الإمكان. فلما دخلت الوزارة كان عندي كذا محور: التموين، الصناعة، الصندوق الوطني، المشاريع الصغيرة، يمكن هذه الأساسيات اللي كانت حدر السكوب بشكل دؤوب ويومي. فكانت المحاور أنا أدري أن فيها، يعني باستثناء صندوق المشاريع الصغيرة، يمكن التموين والصناعة كان فيها عش الدبابير. عش الدبابير؟ أي طبعاً. فكنت متيقن ان 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 راح ادخل في معركه يعني ضاريه، لكن كان متسلح اول شيء بيقيني، ومتسلح اني قادر اني اسوي شيء يمكن ما حد مسه من سنوات. وكنت على يقين اني راح ادفع ثمن، والحمد لله اللي الله قدر ونعفينا بالمسؤولية وقدرت أحقق شيء من الأهداف اللي رسمتها. فيما يتعلق في التموين تحديدا، شنو كان المشروع وشنو العواقب اللي واجهتها لتشيت عش الدبابير، وش اللي صار بعد توليك لهذا الملف تحديدا؟ التموين طبعا، هو التموين هو وسيلة لدعم الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل. الغاية منه هو مكافحة زيادة الأسعار أو الزيادة الطردية في الأسعار السلع والخدمات. فجيت يمكن أحد المواضيع اللي خليتها موضوع الهدر اللي كان في المواد التموينية، أنه
ركزنا أن يكون هناك نظام آلي يتم إرسال مسجات SMS للمتمتعين بالبطاقات التموينية حتى يعرف إذا أحد يسحب من كميته أو لا. كنت أبي أوقف موضوع اللعب في المواد التموينية. في لعب في الدموات؟ ما عندي يقين لأن هذا الموضوع متداخل يحتاج لبحث، لكن مبدئيا أنا بحط أساسيات تقلص هذا الموضوع إلى أن يتم بحثه بشكل كامل. وفعلا يعني نجحنا، يمكن أنا بالشهر الأخير من وزارتي، وأن وزارتي قصيرة 3 شهور، لكن نجحت أني أطبق نظام الرسائل SMS أن لكل متمتع بطاقة وصل له أن تم سحب كمية كذا 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 من موادك التموينية، وهذه يمكن وايد الناس ارتاحت منها، ويت بلاغات أو مكالمات على أطراف بعث لهم رسائلهم وما سحبوا. كنت حريص على موضوع الدعم المواد البناء، يعني أنا يمكن خلال الفترة البسيطة وضعت كذا قرار في موضوع زيادة مساحات الدعم البناء ما تكون جامدة، يعني أعطيت المواطن إن حرية يرحل جزء من المبالغ المرصدة لأعمال هامشية إن يرحلها للحديد أو للأسمنت أو، وهذه وايد خلقت مساحة ريحت المواطنين. دخلت في حرب مع موردين المواد التموينية، الأسمنت، التكييف، الحديد، يعني هذا الموضوع يمكن في بعض الحالات اللي صارت مع إشكالات أني شطبت ناس من ليش؟ في موردين يعتقدون أن لهم الحظوة السياسية إنما يمسون، فزادوا أسعار، فجيت بيوم وليلة شطبتهم من الدعم. أنت موردي، في مورد آخر يقدم نفس السلعة بنفس السعر التمويني اللي محدد من الوزارة. يمكن حاشتهم الدهشة بالبدايات، لكن عرفوا بالنهاية الله حق، فرجعوا ونزلوا أسعارهم ورجعوا لجدول التموين. الحديد أنا وايد طلعت قرارات فيما يخص التصدير حتى بس أحافظ على الكوتة المحلية. يعني كان في زيادة في الأسعار، زيادة مصطنعة. في زيادة طبيعية بالسوق العالمي، لكن أنا أعتقد أن هذه الزيادة الطبيعية بالسوق العالمي قاعد يستغلها بعض التجار وضيف عليها هوامش ربحية أعلى مما يجب. أنا كنت في فترة من فترات أحد المصانع كنت أفكر منطقيا أن أحط إيد الدولة عليها بحكم تلاعبهم في موضوع مصائر الناس فيما يخص المواد البناء بالذات. أعطيك أمر آخر، يعني أنا كنت شكلت لجنة لوضع دراسة جدوى من ضمنها شركة التموين أحد الأعضاء في هذه اللجنة، أنه كان في تفكيري أني أخذ الشبرة الخضراء السابقة اللي بشويخ أعملها سوق مركزي للمواد الأساسية للمجتمع، مو تموين، كل مواد أساسية، قرطاسية، معلبات، منظفات، أن التموين تستورد هذه المواد، خاصة المواد اللي يصير فيها ممارسة جشع من التجار في المقالات في أسعارها، أن التموين يستورد هذه السلع ويحط لها هامش معلوم مقرر ويعرضها للمواطن، تكون خيار لكبح جماح زيادة الأسعار حتى على مستوى الأثاث، على مستوى مواد البناء، على مستوى كماليات الأجهزة وخلافه. وتعطل المشروع هذا وما تم. أنا مشيت للأمانة اللجنة كانت مشكلة وما نظر فيها الوزير اللي جاء عقبي. أنا أعلم هذه النمط من الأفكار هي عش دبابين، أنت قاعد تضر مصالح آخرين، هذه المصالح راح يبذلون لها معركة وقتال ما راح تكون هينة. هذا فيما يخص التموين، يعني على مستوى الصناعة. أنا بسألك فيما يخص الصناعة، أتفضل. في عش دبابير ثاني؟ أوه هذاك أكثر. لما توصل أن في تشوف عقود منتهية وصلها 3 و4 و5 سنوات وهذا المستثمر لا يزال عقود لقسائم. وقسائم تخزينية وقسائم ورش وقسائم، وهذا المستثمر وهذه بملايين المترات، ها مو أقول لك قسائم شويخ والري، لا هذه قسائم اللي هي الماس الكبيرة، ويستنزف دم الناس لدرجة أنه صار هو العقبة في أنشطة بعض التجار الجادين
هو العقبة في أنشطة بعض أصحاب الحرف والورش الجادين، أنه والله ماخذها بتراب الفلوس وأجرها بملايين الدنانير وهذه العقود منتهية. طيب لا، هذا لازم تنسحب. ودخلت أنا في عش دبابير آخر في هذا الموضوع، يمكن الكل شاف الحملة الضروس الإعلامية اللي مورست على 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 وزارتي. لكن بنهاية المطاف ما كنت أقبل ولا لليلة أن يكون شخص كائنا من كان يوقف والله طموح سكن ل 180 ألف نفس ل 35 ألف عائلة. شو ممكن أقبل أني حط رأسي على المخدة وهذا الموضوع قائم بدون حق؟ فأخذت بعض القرارات الجريئة في مشروع سعد العبدالله. مشروع سعد العبدالله، نعم، اللي هو كان شنو الخلاف عليه؟ خلاف عليه أرض منتهية والجماعة نايمين. ولذلك كم التحذيرات اللي يعني الذي يرمالك ويا معود وهذا بعد ما مورس دور الترغيب والإغراءات بالترغيب. كل هذا بنهاية المطاف العملية حساب وعقاب، وما وهالموضوع ما له خانة في 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 قاموسي. مورس الترهيب، الترهيب بعدة طرق، حملات إعلامية، حملات نيابية، ولا التفتنا لها. ومشيت اللي براسي، وخلال شهرين تركترات الحكومة دخلت تزيل كل التجاوزات واللي حاط ايده بدون وجه حق على أرض الدولة ويلعب مصائر آلاف الأسر أزلته. هذا عش دبابير. قسائم الصناعية، عشرة فلوس، شويخ الصناعية، تجاذبات سياسية اجتماعية اقتصادية. كوزير التجارة نتكلم في الجانب الرسمي، ما هو صحة ما يقال بأن المتر بعشر فلوس بينما اتحاد الصناعات يقول هالكلام؟ هذا غير صحيح. تكلم بصفتك وزيرا للتجارة والصناعة في هذا الملف تحديدا، شلون تنظرون من الناحية الرسمية؟ طبعا عشر فلوس ما أعتقد عشر فلوس، ولكن خلينا نقول بثمن بخس. بثمن بخس ايه؟ لا زالت ايه طبعا. شوف، أنا كنت أقضب قياديين المؤسسة أقول له أحلفك بالله لو هذه الأرض لك أو لأبوك تقبل هذا النمط من التعاقد على حلالك؟ فكانوا يضحكون. هذا الأمر غير منطقي وغير عادل. وأساس الموضوع بالمجتمعات العدالة والمساواة. كونك أني أخليك تتمتع بهذه الأملاك وهذه مال عام، كلنا مسؤولين بكرة فيها. ولذلك مع كل الضجة اللي انثارت حول هذا الموضوع ما قدروا يتحركون بالعلن، لأن يدرون هذا الموضوع بالعلن فيه ردة فعل قاسية من المجتمع. تحركوا بالخفة. بنهاية المطاف حيد جزء كبير من الموضوع اللي كان يعتقد في صحة مسلكي في موضوع إدارة هذا الملف. لكن بنهاية المطاف أنا كنت أعلم يقين أن أنا داش معارك وداش معارك ضروس، لأن هذا موضوع في مصالح بمئات الملايين. ما راح أحد يتنازل بكل سهولة ويسلم للواقع وللمنطق وللقانون. وسعيد إني حققت هذا الشيء. سعيد بحب الناس وتهليهم وترحبهم من أقصاها لأقصاها. هذا أمر ما كنت أتوقع، لكن الله يجزاهم أنصفوني، المجتمع أنصفني. فيما يتعلق في البي أو تي تحديدا، رؤية الحكومة لهذا الملف، لهذا القانون، هل هذا القانون الوضع الحالي أدى القرض؟ هل يحتاج إلى تعديلات؟ هل هو منصف للحكومة للقطاع الخاص؟ شوف، البي أو تي ترى يعني رحلة يعني قديمة ولا يزال البلد يعاني منها. يعني أعطيك مثال، يعني أنا كنت بحكم الحقيبة اللي كنت أستغلها كنت
عضو في اللجنة العليا للشراكة، وكانت وقتها الحكومة مستغيلة، وعرض المشاريع المنتهية، وكان في جو عام أنه والله الحكومة مستقيلة وبالتالي ما نبي ندخل في هالقرار. وللتاريخ يعني كان لي موقف صلب في هذا الموضوع فيما يخص أن الحكومة المستقيلة تنظر العاجل من الأمور، والمال العام هو أولى العاجل من الأمور، وبالتالي علينا مسؤولية تاريخية وعقائدية تجاه رب العالمين والناس أن هذه المشاريع تسحب وتطرح كما رسم لها القانون. طبعا نفس القصة اللي أنا متعود عليها، التحذيرات والتهويل من الإجراءات القانونية والتعاقدية، ومع ذلك طلعنا من الاجتماع متخذين قرار السحب والطرح. للأسف هذا الموضوع ما استكمل ولم يتم تحقيقه كقرار. دواعية ما أدري شنو دواعية، لكن أنا أعلم أن صاحب المصلحة لن يتنازل عن مصلحته بسهولة. البي أو تي بشكل عام، شوف أنا بعطيك منطق فلسفي آخر. كل قرار تأخذه في صالح المجتمع هناك متضرر، والمتضرر هي الفئة الأقل. هذا ذكرني في 2010-2011 أنا ترأست لجنة لإعداد دراسة جدوى لمنطقة الخيرات السكنية. وقتها كان التفكير أن تقام مدينة متكاملة ستاندالون سيتي بالخيران، مدينة فيها الجزء السكني والاستثماري والتجاري والصناعي والتعليمي، ها مدينة متكاملة. كانت تقديرات الحكومة الأولية في ذاك الوقت 6 مليار لها. فدخلنا مع وزير الإسكان في ذاك الوقت الشيخ أحمد الفهد إن ليش نكلفها كمناقصات، ليش تصير من الإنفاق العام للدولة؟ إحنا بإمكاننا نحقق هذه المدينة مقابل بي أو تي وشراكة مع مطور محلي مع مطور عالمي. فقدمت له دراسة أنا عديتها بشكل شخصي أن هالستة مليار راح تكون تبعاتها على الحكومة 500,000، هي مساهمتها بالشركة اللي راح تؤسس لهذه المدينة. دخلنا في حرب لها أول وما لها تالي مع اتحاد المصارف، لأن بالنهاية هذه أموال لها تبعات في موضوع التمويل، لأن كنا نقول نحتاج لتحقيق هذا الهدف أن يكون هناك وعاء تمويلي من صندوق التنمية أو أي وعاء آخر حتى يمول هالمشروع، لأن ما في مستثمر يطور عقاري بي برأس مال بالكامل. فكنا نحتاج أن يكون هناك وعاء تمويلي بقيمة 4 مليار تقريبا إذا ما تخون الذاكرة لهذا المطور. فدخلنا صراع مع اتحاد المصارف أن هذه الأموال راح تطلع من البنوك الكويتية لهذا الوعاء، وهذه أموال حكومية. ودخلنا في صراع ثاني أن هذا الوعاء التمويلي المصارف ما راح تكون لها أي فوائد منه، لأنه راح يكون تمويل من الحكومة إلى مطور حكومي. فأنا أجيب لك هذه القصة كمثال أن أي فكر تطويري يحقق مصلحة عامة بالمؤكد هناك متضرر، وبالمؤكد إذا كلنا مقرين الآن، كلنا ها؟ سواء حكومة أو رئيس وزراء أو مجتمع، أن حنا نعاني من حالة عالية من الفساد، فمن الضروري هناك مفسدين، ومن الضروري أي إصلاح يتضرر منه الفاسد. فواز، ما يتعلق في سوق شرق تحديدا بأوتي، انتهت هذه الفترة، صحيح 3 سنوات وشوي وزيادة، ما رجع للدولة ولا تم التجديد ولا تم مستثمر جديد، شو الموضوع في هذا الملف تحديدا؟ أسأل صاحب القرار. أنا بالنسبة لي الأمر منتهي، لو أملك الوضع المسؤول عن هذا الموضوع والله ما يأخذ يوم، ما يأخذ يوم واحد، يوم بسحبة نعم، أو قرار سحبة وإعادة ترسيته ما في مجال،
لتحقيق تنوع للدخل الدولة للأسباب. واحد اثنين لأسبابك، أسبابك اللي تعطيك هذا القرار اللي يتم في يوم واحد. أسبابي صالح العام، الأمانة، المسؤولية اللي أنت 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 معلقة برقبتك. أنت بنهاية المطاف رأس مالك ترى مترين بمتر وخريجه، لما تقعد في ذلك الموقف تسأل عما كنت مسؤول عنه، ما راح يفيدني أنا أمور الدنيا. لا حنا بناكل أكثر مما ناكل، ولا حنا بنلبس أكثر مما نلبس، ولا حنا صارفين أكثر مما نصرف. وبالتالي أنا لي تغريدة أقول المراجل الطبع ما تنشر. نعم جايك التغريدات وليس تغريدة جايك فيها. أتكلم في جزئية سوق شرق، هل هذا الوضع سينطبق على مجمعات أخرى، مشاريع أخرى مشابهة؟ إيه كان قرارنا حنا تقريبا إن ما خانتني الذاكرة 9 أو 10 مشاريع منتهية سحبت الآن ولا واحد؟ لا حد الآن ولا واحد للأسف، لأن في معية سوق شرق. فواز، في تجربتك السياسية الاقتصادية وأنت رجل قادم من القطاع الخاص، قاعة عبد الله السالم هي حلم لكل المشتغلين في الشأن العام سواء نائبا أو وزيرا، وأنت تحقق لك هذا الحلم بأن أصبحت وزيرا في قاعة عبد الله السالم. كنت تراها من الخارج بعين ورأيتها بعين أخرى من الداخل، شو اللي شفته؟ اللي بناء عليه كانت تلك التغريدات. شوف أنا يعني أنا قريب من قاعة عبد الله السالم قبل أصير وزير. نعم. أنا تربطني علاقات قوية جدا مع كثير من النواب داخل مع السياسية والمطبخ السياسي، يعني حتى من 2012. وبالتالي اللي صار ما كان غير متوقع بالنسبة لي، أنا متوقع لسبب الكلام اللي قلته قبل شوي، أنا كنت أعلم أني داخل في عشدة بابيل. اللي شفته شيء يندال الجبين، يعني التنازل يعني عن 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 مبادئ أو عن قيم أو عن أغراف أو عن في بعض الأحيان عياذ بالله حتى العقيدة مقابل دنيا، شيء أنا ما أتخيله للأمانة. ولذلك يمكن أنا من أكاد أكون الوزير الوحيد اللي أنا أرد على نائب من خلال حسابي بتويتر مباشرة وأقول له أنت فيك وفعلتك وتركتك، ما عندي شيء أخاف عليه. ولذلك هي كل المعركة اللي أنا دشيت فيها ما طلعوا بشيء، متسلح باللي تربيت عليه. شيء اللي شفته شيء محزن، شيء محزن بجرعة القرار المصلحي على المصلحة العامة. تغريداتك تسمح لي أقراها؟ أقرأ. ما هي منشورة. إلى كل من يشعر بالقثيان من المشهد الحالي، ثق بالله لما يحدث فيه خير للبلاد والعباد، فانكشاف الخونة خير، وسقوط الجبناء خير، ومخاض انتهاء هذه الحقبة خير، فاجلس وراقب ولا تتدخل بمعارك غيرك الشخصية، لأنه سيكون حريص على إيصال معاركه لغيره. مع تحيات فيصل المدلج. لا بس ما فيها مع تحيات. ما فيها مع تحيات، هذه مني أنا. شو الرسالة اللي بتوصلها أبو فواز؟ شوف أنا واحد من الناس دؤوب، يعني أنا بعملي خلينا نقول من تخرجي إلى تدرجي بالمناصب القيادية بالقطاع الخاص دؤوب وجريء بنفس الوقت،
يعني انا فتره من فترات ترى طلعت من في بدايه التخرج اشتغلت بالتامينات وقدمت استقالتي في يوم ما عندي وظيفه اخرى، كنت توني متزوج واعتمد على الراتب، بس كان في قرار مبدئي واخذته ومشيت والله سهل وتدرجت بعدين بمناصبي. ولذلك دخولي الوزاره من عدمه ووجودي بالوزاره من عدمه لن يثنيني بان امارس دوري كمواطن، امارس دوري بناء على عقيدتي وقناعاتي. اللي اقصده بالتغريده هذا المخاض اللي قاعد يصير الان، هذا المخاض اللي قاعد يصير على مستوى الحكومه، وهذا المخاض اللي قاعد يصير على مستوى مجلس الامه. وبالتالي لا احد يتشنج بان يتبنى معارك غيره، ولا احد يتشنج ان يقدس اسماء معينه، لان كلا الامرين ما فيهم صالح عام. قول قناعتك، قول تفكيرك، خطأ كائنا من كان تبي تخطئه، بس لا تلبس ثوب احد. خلك انت مبارك الشعلان، لا تلبس اجنده فلان او علان. ولذلك انا متفائل ان 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 هذا المخاض نتائجه خير. هذه الشقلبات السياسيه لبعض الاشخاص، هذا الخنوع لبعض الابطال اللي من ورق، هذا كله مخاض نتائجه خير. قبل ما نختم فواز، في نهايه هذه الرحله بخلاصه تجاربك الانسانيه السياسيه الاقتصاديه في القطاع الخاص، تجارتك، ايش طلعت فيه من هذه الحياه؟ قناعتي الرئيسيه في كل موال من حياتي، ويعلم الله هذا ما هو تزلف، ان من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه قناعتي الرئيسيه. الامر الثاني، انا مثل ما قلت لك انا دؤوب، يعني لا كل ولا من، ومارس دوري تجاه دوانيتي، ربعي، عيال عمي، مجتمعي، وطني. ها، متى ما استدعى هذا الموضوع موقف، ولا احس بحساب، ما احس بحساب لا فلان ولا علان. في خطوط حمراء بالمجتمع مفهوم، هي خطوط حمراء، لكن عدا ذلك الكل متساوي. مبدئي اني اظل امارس هذا الدور اللي يمكن يراه الاخرين متعب، ان خلاص يعني ارتاح، انت اديت اللي عليك. وكثير من الاوقات يؤرقني ان في يوم من الايام راح اجلس مع احفادي، واتمنى يكون الوطن يتمتع برفاه وبحبوحه مثل ما كنا حنا فيه، لكن التوقعات انه راح يكون وضعنا سيء. اتمنى في يوم لما اقعد مع احفادي يقولوا لي يا يبا انت شنو سويت لهالبلد؟ شنو قدمت انك تصلح شيء من هالمسيره او تغير شيء من هالوضع؟ الا اقدر اقول انا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. هذا اللي قاعدين نمارسه، حتى ما يكون لنا عذر بكره تجاه كائنا من كان، مواطن، صديق، قريب، حفيد، ان قاعدين نمارس دورنا. لان السكوت هو مشاركه بهذا الوضع السيء اللي قاعدين نعيشه، وبالتالي تحرر من هذا الصمت، اشتغل لكن اشتغل بشخصيتك. في نهايه هذه الرحله نشكرك ابو فواز فيصل مدلج، وزير التجاره والصناعه السابق، الرئيس التنفيذي في جهاز مدينه الحرير. لا نلقاكم في رحلة قادمة بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله.